اطلاع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وعملا بأحكام المادة 8 الفقرة 16 منها أصدر القرار الآتي نصه. اسم القرار وبدء العمل به. يسمى هذا القرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، والأحداث والوقايع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات، ويعمل به من تاريخ التوقيع به. تعديل 2، يعدل هذا القرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2019. تشكيل اللجنة. تتشكل اللجنة الوطنية للتحقيق على النحو التالي: الأستاذ نبيل أديب عبد الله رئيسا، كبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقررا، الأستاذ صهيب عبد اللطيف النيابة الجنائية مقررا مناوبا، العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه عضوا، اللواء حقوقي خالد مهدي عضوا، الأستاذ محمد زين الماحي عضوا، الأستاذ أحمد الطاهر النور عضوا. مهام واختصاصات اللجنة. تختص اللجنة المشكلة وفقا لأحكام البند 3 بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى. 5، دون المساس بعمومية الفقرة 1 أعلاه، تكلف اللجنة بالآتي: ألف، تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين. ب، قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك. 6، تكون للجنة السلطات الآتية: ألف، استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بالشهادة أو التحقيق. ب، طلب أي معلومات من الأشخاص المذكورين في البند ألف تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام. جيم، الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية. ح، الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها. ط، مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى. ي، دخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.